كواحد من رجالات هذه الزاوية وكواحد من المريدين طبعا، فنحتفل هذه السنة بذكرى المولد النبوي، وهو بطبيعة الحال ديدا هذه الزاوية المباركة منذ أن يعني درجنا في هذه الزاوية، ومنذ أن تعلمنا والتقينا مع الشيخ المؤسس للزاوية سيدي محمد ديلا الهواري رحمه الله. وتستمر عادة الاحتفال بذكرى عيد مولد نبوي مع سيدي عبد الحميد. فهذه المناسبة هي مناسبة كبيرة جدا، ولا يمكن أن نجد مناسبة أجل منها للاحتفاء. هذا الاحتفاء يتم كل سنة منذ سنوات خلت، وكذلك أيضا الزاوية حريصة على تلقين هذه الأمور لمريديها لشبابها، وأيضا هذا الموروث المغربي لا ليس فقط الجانب الروحي وهو حاضر، وجانب الاحتفاء يعني بأحسن الخلق هو حاضر، لكن أهم شيء هو هذا الموروث المغربي من الأمداح والسماع ومن الخيرات وتشجيع على نظم القصائد. كل هذه الأمور هي جيدة جدا والزاوية تشجعها، وهذا طبعا يزيدنا فخرا واحتفاء وفرحا بأن هذا المعين لن ينضب، وهذا الموروث سوف يتواصل إلى أجيال قادمة بإذن الله. يضيء جبال مكة والنقاب، أعلى الزهراء قد جاء واست قدري، قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي ابتسامة، وحين مدحتك ابتسجت السحابة. معنا هذه الليلة المباركة في هذه الزاوية الديلالية الهوارية العامرة بمناسبة الاحتفاء والاحتفال بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الزاوية دأبت على هذه العادة وهذه السنة منذ أن تأسس هذه الزاوية قبل سنوات عدة خلت، وهي بهذه المناسبة كذلك أيضا تقتدي وتتبع الإمام الذي هو الملك محمد المسلسل الذي أحيى هذه الليلة كذلك أيضا في هذا اليوم المبارك. ونرجو الله عز وجل أن تستمر هذه إحياء هذه الليالي المباركة دائما وأبدا، حتى نعرف شبابنا وأجيالنا بحقوق وبسيرة وبشمائل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Oh.
حيث لم يدري أن السم في الدهر.